تاتا ايوا هاي تاتا تاتا قول لها نحبك بزاف 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 بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة والهمم نظمنا هذا لاكس دو شاريتي حبينا ننظموه لهذا الأطفال. حنايا رانا جدد في هذا المجال وحبينا هذا العمل هذا يكون نقطة انطلاق لهذه الفئة هذه نقطة انطلاق وفي الخير إن شاء الله على المطعم. وحبيت نوصل رسالة ثانية باللي هذا الأطفال هذا الفئة من الناس يقدروا يكونوا كيفهم كيفنا. حبيت نوصل رسالة باللي يقدروا هما ثاني يمارسوا جميع المجالات اللي عندنا حنايا الاجتماعية ولا هذاك يقدروا يخدموا كما يقدروا يفرحوا مع الناس يقدروا يتعلموا مع الناس يقدروا يمارسوا عدة مجالات كيفهم كيفنا إن شاء الله. أول شيء أنا سعيد جدا بتواجدي هنا يعني في ولاية سطيف. هذا الولاية اللي عندها تاريخ عظيم وتاريخ كبير جدا، والشيء الجميل هو هذا التظاهرات اللي نشوفوها بين الفينة والأخرى. حقيقة شيء رائع أنه هذا المطعم لافيلا اللي موجودة في سطيف يقوم بهذا المبادرات الطيبة لاستقبال وتكريم ذوي الهمم هما وعائلاتهم تزامنا مع اليوم الوطني وحتى يعني الأيام العالمية. شيء جميل جدا أنه نجد هذا المبادرات الفردية وحتى العامة من مطاعم في الولاية أنها تقوم بهذا المبادرات اللي من خلالها أنها تزيد تبد الدعم في قلوب العائلات وترافق هذا الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة باش تثبت وجودهم أيضا في المجتمع لأنهم جزء لا يتجزأ. لذا بهذه المناسبة أنا أشكر كثير ريستورانو لا فيلا هنا في مدينة سطيف على هذه المبادرة وعلى الدعوة الكريمة، ونشكرهم دائما على المرافقة الدائمة لكل أطياف المجتمع بكل يعني فئاتها، لأنه مهما يكون التميز ولكن هنا يكمن البناء. الإنسان دائما يرافق مثل هذه الفئات المجتمعية اللي عندها دور كبير فعال. إذا أنا بهذا المناسبة يعني بدوري نقول لهم كل عام وأنتم ذو همم، كل عام وأنتم فعالين، كل عام والجزائر تبنى بكل أطيافها بكل شرائح المجتمع. والشكر الموصول أيضا للمطعم لافيلا في سطيف على هذه المبادرة الإنسانية الأكثر من رائعة. السلام عليكم.
اليوم أطفال المركز النفسي البيداغوجي حي 300 مسكن بسطيف في استضافة من قبل مطعم لا فيلا سيتيف بحي شيمينو سطيف، وهذه المناسبة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق والرابع عشر مارس من سنة 2022 المصادف لكل سنة. وهذه المناسبة وباسمي وباسم كل طاقم البيداغوجي والإداري للمركز نشكر مديرة المطعم على هذه الاستضافة الطيبة لكل الأطفال، وشكرا لكم. Thank you.